عايزين كمان نروح سريعا بقى لدوري ابطال اوروبا والماتشات. تعال نروح نشوف الماتشات كده سريعا. ماتشات اتلعبت طبعا، انتوا عارفين في ماتشين اتلعبوا. الماتش الاولاني كان ما بين اتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، واللي استطاع فيه اتلتيكو مدريد انه يوصل للمباراه النهائيه على حساب بايرن ميونخ عشان يرحل جوارديولا بعد عقد لمده 3 سنوات ولا مره وصل نهائي الشامبيونز ليج، ورغم ان عقده 17 مليون يورو صافي ضرائب، يعني بياخدهم نت 17 مليون يورو، يعني عقده في الشهر داخل في 1,350,000 يورو، يعني مبلغ هلامي، وخد بيه دوري وكاس فقط، دوري وكاس الماني. حتى السوبر الالماني 3 سنوات ورا بعض خسر السوبر الالماني. طبعا سيميوني بيصنع الفارق مع اتلتيكو مدريد، والمباراه باذن الله هتكون يوم 28، المباراه النهائيه لدوري ابطال اوروبا هتكون يوم 28 في ايطاليا في ميلان، طبعا سان سيرو ده ملعب انتر ميلان وميلان، وهيكون يوم 28 باذن الله، وهيكون يوم سبت لان دايما بتتلعب المباراه يوم سبت عشان تاني يوم يكون اجازه والبطل يحتفل بالبطوله. ناس بتشوف دلوقتي ان اتلتيكو اقرب من ريال، وناس بتثق في زيدان. هل زيدان هيصبح لاعب خدها، مدرب عام خدها مع انشيلوتي، مدير فني هياخدها، هيصنع الفارق؟ وده طبعا هدف اللي صنع الفارق واللي وصل اتلتيكو مدريد جريزمان اللاعب الفرنسي، واللي هنشوفه في يورو 2016 وهداف طبعا اتلتيكو مدريد في البطوله. نروح لماتش اخر كان اسهل بكتير من هذه المباراه، وهو ماتش طبعا ريال مدريد ومان سيتي في ملعب ريال مدريد. نتيجه الذهاب كانت التعادل بدون اهداف، اما المباراه دي فاصفرت عن هدف وحيد لجاريث بيل اللي كان بيحاول يلعبها عرضيه بتخبط في رجل احد لاعبي مان سيتي وبتحول اتجاهها لجوه المرمى. وبهذا الهدف استطاع ريال مدريد انه يصل للمباراه النهائيه عشان يتقابل يوم 28 مع اتلتيكو مدريد، واصبح مدينه مدريد هي اللي بتشهد يعني فرقها الاثنين المباراه النهائيه لدوري ابطال اوروبا. كان لا حول ولا قوه، دي يمكن الفرصه الوحيده اللي جت لمان سيتي. نروح لليوروبا ليج واللي اتلعبت يوم الخميس. اليوروبا ليج اتلعبت يوم الخميس، وكانت مباراه ما بين يورجن كلوب المدير الفني السابق لدورتموند والحالي ليفربول، واللي بيحاول انه يصنع الفارق في نص موسم وبيصل في للمباراه النهائيه بعد ما استطاع انه يفوز على فياريال بنتيجه 3-0، بعد ما كان ليفربول خسران في اسبانيا 1-0. طبعا هدف بنيران صديقه، ستوريج بيجيب الهدف الثاني، وادم طبعا ادم بيجيب الهدف الثالث لفريق ليفربول عشان يصل ليفربول للمباراه النهائيه. وتقليد كده لازم اليوروبا ليج تتلعب قبل 10 ايام من النهائي الدوري ابطال اوروبا، يعني احنا بنقول يوم 28 في ميلان نهائي دوري ابطال اوروبا، هيكون يوم 18 النهائي في بازل السويسري، طبعا ملعب عمر جابر الجديد بعد ما كان ملعب محمد النني ومحمد صلاح. نادي بازل السويسري هو اللي هيستضيف المباراه النهائيه لليوروبا ليج، واشبيليه هيتقابل مع ليفربول بعد ما استطاع انه يكسب شختار 3-1 بعد ما كان متعادل في اوكرانيا 2-2، وكده اشبيليه بيصل للمباراه النهائيه للمره الثالثه على التوالي. واشبيليه هو طبعا صاحب اللقب الاخير وقبل الاخير، يعني هو اللي فاز السنتين اللي فاتوا باليوروبا ليج. واهميه اليوروبا ليج ان اللي بيوصل او يكسب البطوله بيتاهل مباشره لدوري ابطال اوروبا. وعلى فكره ولا
ولا اشبيليه ولا ليفربول في المراكز الثلاثه او الاربعه حتى في الدوري الانجليزي او في الدوري الاسباني. فبالتالي قيمه الفوز باليوروبا ليج قيمتين، ان انت بتكون بطل وتتاهل لكاس السوبر الاوروبي، وبتتاهل دايركت من غير تصفيات لدوري ابطال اوروبا. ودي الاهداف، وده الهدف الثاني والثالث بعديها، وكده خلاص عرفنا مين طرفي نهائي دوري ابطال اوروبا، اتلتيكو وريال مدريد. نهائي اليوروبا ليج طبعا ليفربول واشبيليه. ده الهدف الثالث، شوطه رائعه وجميله، 3-1. طيب نروح